شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هنالك حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الحديث يبين أن هنالك مجموعة من القيم الإنسانية الكبرى تجسدت وتجلت في حياة مجموعة من أنبياء الله، وأن هذه القيم جميعاً تمثلت وتجلت في حياة سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وآله يقول في هذا الحديث، هذا الحديث رواه السنة والشيعة بمضامين مختلفة وأشكال متعددة، وممن روى هذا الحديث أحمد ابن حنبل إمام الحنابلة في مسنده، مسند أحمد ابن حنبل أحد الصحاح الستة عند أبناء العامة، روى مقطعا من هذا الحديث. ونحن نجمع هذه الأحاديث المروية بهذه الصورة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى داود في زهده، وإلى أيوب في صبره، وإلى سليمان في قضائه، وإلى إسماعيل في صدقه، وإلى موسى في مناجاته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. هذه القيم الإنسانية الكبرى
التي تمثل كل واحد منها في حياة واحد من الأنبياء، بحيث غدا ذلك النبي مظهرا لهذه القيمة الإنسانية الكبرى. جميع هذه الصفات تمثلت في حياة شخص واحد. الشاعر يقول: قالت أكل الذي قد قلت في رجل، رجل واحد، إنسان واحد، تمثلت فيه كل هذه الصفات؟ قالت: أكل الذي قد قلت، أو أكل الذي قد قلت في رجل؟ فقلت: كل الذي قد قلت في رجل. تسأل: من هو هذا الرجل؟ فقلت: أمير المؤمنين علي. نحن في هذا اليوم نقتصر على فصلين في هذا الحديث الشريف. الفصل الأول: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه. آدم، أبونا آدم صلوات الله وسلامه عليه، كان مظهرا للعلم الإلهي. الله سبحانه وتعالى علمه الأسماء كلها. الله تعالى يقول: وعلم آدم الأسماء كلها. ماذا تعني كلمة الأسماء؟ هنالك بحث مطول، لا يهمنا الخوض في هذا المبحث، ولكن نشير إليه إشارة من بعيد، وهي أن هنالك علاقة وثيقة بين وجودات أربعة: الوجود العيني، والوجود الذهني، والوجود اللفظي، والوجود الكتبي. كل شيء من الأشياء، أو معظم الأشياء، لها هذه الوجودات الأربعة، وهنالك علاقة وثيقة فيما بين هذه الوجودات، إذ في وجودات الأمور رابطة. الوجود اللفظي يعني الاسم له علاقة وثيقة بالوجود العيني الخارجي، فإذا واحد استحضر الأسماء، هذا معناه أنه استحضر المسميات. المسميات عبارة عن الوجودات العينية، والأسماء عبارة عن الوجودات اللفظية. إذا واحد استحضر الوجود اللفظي، هذا معناه أنه استحضر الوجود العيني، لأن هذا الوجود اللفظي قائم مقام الوجود العيني، نازل منزلته، نائب منابه. فإذا واحد علم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها، شنو معناته؟
معناه أنه علم المسميات كلها. لنمثل بمثال بسيط، الطبيب يعني من؟ الطبيب عندما نقول فلان طبيب، طبيب يعني ماذا؟ الرجل يدرس 20 عام 30 عام فيتخرج طبيبا، الطبيب ماذا معناه؟ الطبيب عبارة عن رجل يعرف مجموعة من المصطلحات، هذا معناه. ما هو الفرق بين الطبيب وغير الطبيب؟ الفرق أن الطبيب يعرف مجموعة من المصطلحات، مجموعة من الأسماء، أسماء الأمراض، أسماء الأدوية، العوارض، يعرفها. بينما الرجل الذي لم يدرس الطب لا يعرف هذه الأسماء. إذن الألفاظ، الأسماء لها دور مهم في كل علم. الفقيه من هو؟ عندما نقول فلان فقيه، ما هو الذي يفرق بين فقيه وبين رجل عادي؟ الفرق فيما بينهما أن الفقيه يعرف مجموعة من المصطلحات، هذه المصطلحات ليست ألفاظ ميتة، ألفاظ مجردة، وإنما هي كاشفة عن حقائق خارجية أو عن حقائق اعتبارية. علمه بهذه الأسماء يميزه عن غيره، لأنه يجعله على ارتباط بتلك المسميات وبتلك الحقائق عن طريق هذه الأسماء. إذن الآية الكريمة عندما تقول وعلم آدم الأسماء كلها، عندما أبونا آدم صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه، عندما أبونا آدم عرف الأسماء يعني أنه عرف المسميات، وعندما عرف المسميات كلها يعني أنه كانت له إحاطة بجميع العلوم التي منحها الله سبحانه وتعالى له. في حديث مروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الراوي يقول سألت الإمام عن قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، ماذا تعني هذه الآية، هذه المقطوعة من الآية؟ فقال الإمام الأراضين والجبال والشعاب والأودية علمه كل شيء. ثم هذه القطعة ربما تبدو قطعة عجيبة، ثم نظر إلى بساط تحته، الإمام كان جالسا على بساط، هذا البساط ما كان في ذلك الوقت، عندما آدم صلوات الله عليه كان لم يكن هذا البساط، هذا البساط جديد في وجوده في تكوينه. ثم نظر إلى بساط تحته وقال هذا البساط مما علمه، حتى هذا البساط التعليم الإلهي لآدم لأبينا آدم شمل حتى هذا البساط الذي لم يكن له وجود عيني في ذلك الوقت. وفي حديث آخر أيضا مروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول
إن الله تعالى علم أسماء حججه كلها، أسماء الحجج، وهذه من أهم ما علمه الله لآدم، ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. العلم الإلهي بهذه السعة وبهذا الشمول تجلى في أبينا آدم. إذا أردتم صورة حية لآدم في علمه، من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه فلينظر إلى علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وريث آدم في علمه، كما هو وريث الأنبياء في مميزاته وصفاته. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيضا كان له ذلك العلم الشمولي. أنتوا تشوفون عالم يقضي 50 عام 60 عام 80 عام في بعد من الأبعاد، فيكون فقيها، فيكون طبيبا، فيكون مهندسا، فيكون فيلسوفا، وأيضا في هذا البعد اللي قضى 50 عام 60 عام 70 عام ما يتمكن أن يدعي الإحاطة، يقول أنا محيط، ما يتمكن. كثير من الأفراد ادعوا الإحاطة ولكن فشلوا في أبسط تجربة. واحد ما يتمكن يقول ماكو هنالك طبيب في التاريخ يقول أنا محيط بكل الطب، ماكو هنالك فقيه يقول أنا محيط بكل الفقه، ماكو هنالك عالم في أي بعد من الأبعاد يدعي الإحاطة الشاملة بكل شيء، ولكن هنالك رجل يقول سلوني قبل أن تفقدوني، لا في الطب فقط ولا في الفقه فقط ولا في المنطق فقط ولا في النحو فقط، في كل شيء سلوني قبل أن تفقدوني. وهذا الشخص هو علي بن أبي طالب صلوات الله. لا توجد مثل هذه الإحاطة إلا في علي وفي من اتصل كعلي بذلك العلم الإلهي، بذلك المنبع الإلهي. من المؤسف حقيقة ليس في ذلك العصر فقط، وإنما حتى في هذا العصر إذا العلماء كانوا يعكفون على كلمات أمير المؤمنين وكلمات رسول الله
وكلمات الأئمة الطاهرين إذا كانوا يعكفون على هذه الكلمات، يدققون في هذه الكلمات، إذا علماء الطب كانوا يدققون في كلمات علي، إذا علماء الفلسفة كانوا يدققون في كلمات علي، إذا علماء الفيزياء والكيمياء وبقية العلوم كانوا يدققون في كلمات أمير المؤمنين، كانوا يدرسون كلمات أمير المؤمنين، كلمة ربما تكون ولكنها تفتح بابا من أبواب العلوم. هذه المهمة وجدناها في بعد واحد بمقدار، وهو علم الفقه. الفقهاء قاموا بهذه المهمة في البعد الفقهي لكلمات الأئمة صلوات الله عليه، يأخذون كلمة، يأخذون رواية، يحللون هذه الرواية تحليلا عميقا، حديث واحد لا ضرر ولا ضرار، حديث لا ضرر ولا ضرار، أربع كلمات إذا لم نحسب الواو العاطفة ولم نحسب الكلمة المقدرة، أربع كلمات، خمس كلمات، ست كلمات، تجد أن الفقيه يأتي ويصرف أشهر في فهم هذه الكلمة ويألف كتاب من 500 صفحة في هذه الكلمات. أن الضرر شنو معناه؟ الضرار ما معناه؟ ما هي النسبة بين الضرر والضرار؟ لا في هذا الحديث نافية أو ناهية. الضرر هل يشمل الأحكام الوضعية كما يشمل الأحكام التكليفية أو لا؟ الضرر كما يشمل الأمور الوجودية هل يشمل الأمور العدمية؟ 500 صفحة في هذا الحديث. إذا العلماء كانوا يأخذون كلمات أمير المؤمنين في جميع الأبعاد لا في بعد معين مثل هذا المنهج، إذا كانوا يأخذون نهج البلاغة ويدرسونه كلمة كلمة لتفتحت أمامهم آفاق وآفاق. إلى الآن وصلوا إلى بعض هذه الآفاق، ويعلم الله كم يحتاج من الوقت حتى يصلوا إلى آفاق أوسع. كلمة صغيرة في نهج البلاغة ولكن لم يتوقف عندها العلماء. هذه الكلمة العلماء فهموا مدلولها ومعناها في 16 يعني قبل 4 قرون، قبل 4 قرون تقريبا العلماء فهموا معنى هذه الكلمة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قبل 100 أعوام قال هذه الكلمة، ولكن لم يتوقف عندها أحد حتى يدرك أبعادها. في 16 حقيقة عجيب، هذا علي صلوات الله عليه لم يفهمه العالم إلى الآن، نهج البلاغة لم يفهمه العالم إلى الآن.
في القرن السادس عشر العلم تطور وسار، وجاء هنالك عالم ونسف جميع الموروثات العلمية القديمة من أفلاطون وأرسطو وفلان وفلان، العلماء من 10,000 عام كلهم لم يدركوا هذه الحقيقة. جاء هذا العالم ونسف جميع هذه الموروثات العلمية وطلع على العالم بنظرية جديدة الآن حتى أطفالنا يدرسونها في المدارس، وهذه النظرية نظرية أن الأرض متحركة. الأرض متحركة، العالم المعروف اللي قارين اسمه في الكتب عادة، الكنيسة قامت قيامتها، الكنيسة التي تمثل الله بادعائه بزعمه، وحكموا عليه بالإلحاد، أن هذا ملحد، أن هذا كافر، وما أعلم تاب أمامهم أو لم يتب أمامهم، قالوا هذا كافر. كانوا يقتلون العلماء، هؤلاء رجال الدين المسيحيين، المحاكم في القرون الوسطى. قال إن الأرض متحركة، هذا جديد، ولكن على كلمات علي صلوات الله وسلامه عليه لم يكن هذا الاكتشاف العلمي جديدا. أمير المؤمنين أشار إلى حركة الأرض قبل 1400 عام. اقرأوا نهج البلاغة، هذا نهج البلاغة المشحون بالحقائق العلمية في كل الأبعاد التي تناولها. هذا نهج البلاغ في كلمة، الإمام يقول فسكنت، دققوا، يعني الأرض، فسكنت على حركتها من أن تميد بأهلها أو تزول عن مواضعها، رغم أنها متحركة. هذا نهج البلاغة موجود في المكتبات، أخذوا، فسكنت على حركتها، يعني رغم أنها متحركة الأرض، فسكنت على حركتها من أن تميد بأهلها أو تزول عن مواضعها. إذن هذا الرجل في القرن السادس عشر لم يقل شيئا جديدا، علي صلوات الله عليه وهو تلميذ رسول الله وهو تلميذ القرآن قال ذلك قبل 1400 عام. في خطبة ثانية أمير المؤمنين، حقيقة هذا مو مفخرة من مفاخر العالم، حقيقة مو مؤسف اليوم أو غدا يمر ميلاد أمير المؤمنين ولا نجد له ذكرا كما ينبغي لشأنه. هذا الرجل العظيم يقول وعدل حركتها، مو ألغى، عدل. الأرض كانت متحركة، تعديل هذه الحركة، استواء هذه الحركة، وعدل حركتها بالراسيات من جلاميدها. هذه الجبال هي التي عدلت، مو ألغت، عدلت حركة الأرض، جعلتها حركة معتدلة. هذه كلمة قالها أمير المؤمنين قبل 1400. حفيد أمير المؤمنين الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول
هذه الكلمة توجد في كتاب الاحتجاج، موجودة في المكتبات، الكتاب موجود، أخذوا الكتاب. في كتاب الاحتجاج الإمام يقول: إن الأشياء، دققوا، تدل على حدوثها من دوران الفلك بما فيه وتحرك الأرض ومن عليها. تحرك الأرض، حركة الأرض، الإمام الصادق يشير إليها في هذا الحديث، وتحرك الأرض ومن عليها، وانقلاب الأزمنة، واختلاف الوقت. هذه آيات الله. في بعد التربية الإمام صلوات الله عليه يشير إلى هذه الحقيقة كما في بعض المصادر. من أدق النظريات في علم التربية يقول: لا تقصروا أولادكم على عاداتكم، فإنهم مخلوقون لزمن غير زمنكم. في علم الاقتصاد من القرن السابع حيث بدأ تاريخ علم الاقتصاد، علماء الاقتصاد كلهم كانوا يؤمنون بأن المشكلة الاقتصادية اللي إلى الآن موجودة، هذه المشكلة، مشكلة الاقتصادية الآن كل البلاد تعاني هذه المشكلة، حتى البلاد المتقدمة ما تمكنوا أن يحلوا هذه المشكلة. ما هو منشأ هذه المشكلة؟ منشأ هذه المشكلة قلة المواد وكثرة الطلب. نظرية علماء الاقتصاد كلهم، هاي نظريتهم، مواد محدودة، طلب أكثر، اختلال التوازن بين العرض والطلب، هذا منشأ المشكلة الاقتصادية. إلى أن جاء علماء الاقتصاد في القرن العشرين ونسفوا هذه النظرية، قالوا: لا، ليست هذه هي العلة، العلة في المشكلة الاقتصادية سوء التوزيع. الله خلق في هذا الكون ما يكفي كل البشر، يمكن كلهم يعيشون في رفاه، سوء التوزيع. هذه الحقيقة أشار إليها علي صلوات الله عليه في نهجه قبل 1400 عام، ويمكن حافظيها من الخطباء: ما جاع فقير إلا بما متع به غني. سوء التوزيع. في كلمة أخرى يقول علي صلوات الله عليه: ما رأيت النعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. تضخم في جانب وأزمة في جانب ثاني. هذه لقطات مختصرة من هذه الإحاطة العلمية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نشير إلى جانب آخر، ولا بأس أن نستلهم من أمير المؤمنين في ذكراه بعض هذه المعاني. وإلى إبراهيم في حلمه. الحلم: إن إبراهيم لأواه حليم. الحلم ليست فضيلة أخلاقية فقط،
الحلم قوام الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. هذا الشيء اللي مو موجود عندنا، ماكو في بيوتنا. ليش هذه المشاكل بين الأزواج والزوجات؟ لماذا؟ لأن ماكو حلم. المرأة تخطئ بعد 30 عام 40 عام، الرجل ما عنده حل، ما عنده صف يخرج المرأة من بيته. هاي المرأة اللي عايشة ويا 30 عام 40 عام يخرجها من بيتها. المرأة لا تتحمل الرجل، الرجل ما يتحمل المرأة، الشريك ما يتحمل شريكه، الأب ما يتحمل أبنائه، الابن ما يتحمل أبوه. وإذا بهذه الأزمة المستعصية، هنالك في الحديث، لا بأس أن نذكر هذا الحديث الذي سمعته من بعض العلماء، يقول إن العبد يؤمر به إلى النار، هذا فشل، فشل في الحساب النهائي، يؤمر به إلى النار، ملائكة العذاب يجون يأخذون هذا الرجل إلى النار. وإذا بهذا العبد يلتفت التفاته، مثل واحد يأخذوه إلى السجن مثلا، ولكن هو يفكر ماكو باب للنجاة، ماكو منفى، ماكو طريقة. هذا العبد بعد يشوف أنه دا يأخذوه إلى النار، يلتفت يمين شمال، ماكو منفذ، ماكو طريقة للنجاة، أكو أمل، ماكو أمل. فيقول الله تعالى لملائكته: أوقفوا هذا العبد. فيقفون بالعبد، فيقول الله تعالى لهذا العبد: لما التفت؟ قال: يا رب، أنا ما كان هذا ظني بك، أنا كنت أأمل أمل أنه بالنتيجة يشملني عفوك ورحمتك. فيقول الله تعالى لملائكته: لو أن فتشوا في ديوان هذا العبد إذا وجدتم في ديوانه أنه عفى عن أحد من خلقي فلا تدخلوه ناري. عندنا هذه الصفة حقيقة؟ عندنا عداوات، احنا أفراد أساءوا إلينا، الزوج أساء لزوجته، الزوجة أساءت لزوجها، الشريك أساء لشريكه، الأولاد أساءوا لأبيهم، الأب أساء لأولاده. عندنا هذه القدرة أنه واحد يقعد في لحظة واحدة لأجل الله، هاي المرتبة العليا، أو لأجل أن يعفو الله عنه، يقول: أنا أنهيت هذه القضية، أنا عفوت عنه، انتهت القضية. عندنا هذه القدرة؟ الله تعالى يقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ مثل ما تحبون أن الله تعالى يغفر لكم، اغفروا للآخرين، تجاوزوا عنه. بس أساء 20 عام 30 عام، في لحظة واحدة واحد يصمم إنهاء هذا الملأ، إغلاق هذا الملأ. يجب أن نتعلم من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حلمه.
كان له خادم عبد ناداه فلم يجبه الخادم. واحد يصل إلى مكان من حلمه وأخلاقه حتى خادمه يتجرأ عليه. واحد يتمكن يضبط الخادم، واحد بالقوة بالخشونة بالغلظة يتمكن يضبط الخادم، يتمكن يضبط زوجته وأولاده يخافون منه. ولكن هذه ليست مفخر. أمير المؤمنين يصل إلى حد خادمه يتجرأ عليه من حلمه، الإمام يناديه فلا يجيبه الخادم. فبحث عنه الإمام فوجده خارج البيت، فقال له: ألم تسمع ندائي؟ شوفوا الخادم شنو يقول. يقول: نعم سمعت نداءك، ولكن كسلت عن إجابتك وأمنت عقوبتك. ما كان عندي خلق وأمنت عقوبتك. فقال الإمام: الحمد لله، هذه نعمة أن الناس ما يخافون منك. الحمد لله الذي جعلني ممن يأمنني خلقه، اذهب فأنت حر لوجه الله. هذا الشكر أنه واحد لا يكون مثل الطغاة، مثل الفراعنة، زوجة تخاف منه، أولاده يخافون منه، لا، واحد مثلهم لا يخيف. في حديث آخر وأختصر هذا الحديث، الإمام صلوات الله عليه رأى جارية قاعدة في الطريق تبكي، فوقف وقال: لماذا تبكين يا أمة الله؟ قالت: إن أهلي أعطوني درهما لأن أشتري به تمرا، أخذت التمر عملته إلى البيت لم يرضوا به، أرجعته إلى هذا الرجل تمار بياع التمر فلم يرضى، أنا ما أعلم ماذا أفعل. فجاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى ذلك التمار وقال له: يا عبد الله، إن هذه أمة لا تملك من أمرها شيئا وقد أبى عليها أهلها، رده. فخرج الرجل، يبدو شاب كان مغرور، وأخذ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولكزه، لكز في كتب اللغة يعني ضربه بجمع كفه. إذا واحد يسوي ويانا هذا العمل شنو جوابنا؟ فلم يقل الإمام شيئا. مر الناس وقالوا له: أتعلم من هذا؟ هذا أمير المؤمنين، هذا هو الحاكم. فرب الرجل واصفر، ربى في اللغة يعني أخذ يتنفس تنفسا عاليا في حالة الخوف، واصفر وجهه. ثم أخذ يعتذر من الإمام صلوات الله عليه وقال: ارضى عني يا أمير المؤمنين. فقال: ما أرضاني عنك إن أنت أرضيت الناس عن نفسك. حقيقة هذه الصفة، صفة الحلم، لو أخذناها من أمير المؤمنين صلوات الله عليه لسعدنا في هذه الدنيا، حققنا الحياة الطيبة في هذه الدنيا، وننال عفو الله سبحانه وتعالى في الآخرة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاقتداء به، وأن يرزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وفهما.
الألباب كل جهاتي، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي، بين الظلام وبين نور.